أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من برنامج لايف المشاهير. طبعا انتقل اليوم إلى رحمة الله الزميل الصحفي حمزة بركاوي بعد صراع كبير مع مرض الملاريا اللي أصيب به يعني في ولا أثناء تأدية مهامه كإعلامي بالكاميرون، كان في تغطية لكأس أمم إفريقيا 2022 وين هذا المرض يعني بعد ما كان في الرئتين انتقل إلى الكبد وين زاد الخطورة عليه وتوفي اليوم. نقول ربي يرحمه إن شاء الله، إن لله وإن إليه راجعون. هذا الصحفي والأخ نقوله اللي كان متميز يعني بأخلاقه العالية هكذا نيفين. إنا لله وإنا إليه راجعون، خبر مفجع سيقضت عليه الساحة الرياضية والساحة الإعلامية. إكرام كما قالت يعني الساحة الرياضية والساحة الإعلامية، يعني كما نقولوا ما نقدروش نتخايل يعني ندخلوا لاغيداكسيون تاعنا قاعة التحرير بلا حمزة بركاوي بالجو تاعو اللي كان يديروا بالأخبار الرياضية واش كان يقدم للساحة الرياضية. يعني خبر مفجع صحيح استيقظت عليه كل الساحة الرياضية حتى مواقع التواصل الاجتماعي، شفنا كيفاش كانوا الأخبار كيفاش تداولوه لأنه ما كناش نستناو فيه، كامل كنا نستناو يعني في الخبر تاع أنه راح نسمعوا بلي حمزه بركاوي خلاص راهو برا راهو في حاله مستقره. كنا نفرحوا كي سمعنا نسمعوا انه حمزه بركاوي راهو في حاله مستقره والاطباء هذوك المعلومات والاخبار اللي كانوا يمدوهم لنا ما كناش نستناو انه راح نستيقظوا في يوم من الايام راح نسمعوا نقولوا حمزه بركاوي انا لله وانا اليه راجعون. صح، يعني احنا كنا نامل انه يعني يشفى ويعاود يولي بين اسرته اللي هي الشروق. احنا باسمنا وباسم كل مجمع الشروق نعزيو عائله الفقيد، عائله بركاوي وعائله زوجته هذا الابنتين تاعو اللي خلاهم يعني هاد الحاجه اللي يعني تجي للناس اللي يحبوه والناس اللي كان معاهم والناس اللي كان يخدم معاهم تجينا واعره نيفين. يعني احنا صراحه دخلنا يعني البلاط ورانا نقدموا في البرنامج لكن يعني رانا في حزن شديد. هذه هي الخدمه وهذا هو يعني مهنه الصحفي، لازم يخدم في كل الاوقات وفي كل يعني الامور اللي يجوز بها. احنا نعاودوا نذكروا انه يعني جنازه الفقيد كانت في المقبره القديمه بأرغايا الجزائر العاصمه بمقبره سيدي موسى اكرام.